السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف عمل دبليكيت في العناصر في برنامج البلندر. ده برنامج البلندر، برنامج أوبن سورس منافس لل 3 دي ماكس. تمام، هنا بنلاقي العناصر الموجودة. بنلاقي إن أنا عندي كيوب وعندي كاميرا وعندي لامب. أي عنصر عايز أعمل عليه سيلكت بدوس عليه سيلكت يمين. تمام، ده مثلا لامب، ده الكاميرا، ده الكيوب. طيب أنا عايز أعمل من ده دبليكيت، بجي نقول له دوبليكيت وانسخ العنصر في اي مكان انا عايزه. بلاقي ان هو ظهر عندي كيوب نقطة 001، ممكن اخفيه من هنا. دي عاملة زي الليارات، تقدر تعمل اي مصر انت عايز تعمله هنا. تمام، ممكن اقول له دوبليكيت تاني، اعمل سيلكت على اي عنصر زي ده مثلا دوبليكيت وانسخ تاني اهوت. ممكن اقول له ديليت لو انا عايز امسح العنصر. بيقول لي انت متأكد ان انت عايز تلغيه؟ بقول له اه. تمام، هذا هو العنصر دوت دوبليكيت. طيب انا دلوقتي حطيته وعايز ابدا احركه، بقول له ترانسليت، عايز انقل وابدا انقل اللي انا عايزه. بلاقي عندي مثلا في الاكس لونه احمر، والاخضر اللي هو الواي، وزد عندي واخد لونه ازرق. ببدا اقف على المؤشر اللي هو الاحمر دوت وابدا احرك الشكل زي ما انا عايز. ده موضوع الدوبليكيت الاوبجكت في برنامج البلندر. برنامج البلندر بتقدر تاخد منه حاجات، مثلا هتوديها برنامج تاني زي الدي اي، ده بيشتغل على برنامج اليومن، الاس تي ال، 3 دي ماكس. يعني ممكن نتعامل اخلص حاجات تانية واوديها 3 دي ماكس، واخدها من 3 دي ماكس اكمل بالبلندر عادي، مفيش مشكلة. اف بي اكس ده امتداد، يعني بنصدر من الريفت لي. تمام، ده امبورت، ممكن ادخل حاجه نكون شغال عليها في برنامج ريفيت، خلصتها وبصدرها اتش بي اكس او 3 دي اس او اي امتداد من الامتدادات ديت، وابدا اشتغل عليها عادي مفيش اي مشاكل. برنامج جبار، مع انه هو صغير في الحجم بتاعه، 55 ميجا تقريبا، بس بتلاقي فيه كل حاجه انت تقدر تشتغل عليها، تعمل كل اللي انت تتخيله وما لا يمكنك ان تتخيله. عمر سليم.